للسيد رئيس الجمهورية في قصيدة للشاعر المحترم عبد الرحمن الأبنودي. كل ما اسمعها بتوجعني جدا جدا، يعني بتقهر، مع ان الحمد لله مستور يعني، بس مش عايز اقول لك بتقطع قلبي. طالب من سعادتك خدمة، ودي حاجة بسيطة ممكن تتفرج عليها وتقول لي ايه رأيك وايه احساسك بيها، وانا طالع اهو بشكلي وبقول اللي انا بحبه وحوريها لك وقول لي ايه رأيك فيها، بس اتفرج عليها وقول لي الشعب رأيك فيها. عايز اجيبها ازاي؟ تصبر تتحمل متتكلمش خالص. الكرامة بتتفقد كل يوم عن يوم، بقى مفيش كرامة. ربنا معانا. احنا بنمشي كلمة بتكون بالظبط والله. مفيش مية شرب. شوف الاول مين والثاني فين، وقت الخلط ما بين الاثنين بيفوت. انتوا بيعتوا الارض الفاسده بناس ماتت وريحه سبقت طلعت انفاسها، واحنا اولاد الكلب الشعب، احنا بتوع الاجمل وطريق الصعب وبضرب الدور الجزمه وبتم الكعب والمر في الحرب. اللي مد ايده على سيده لازم ايه؟ على المسافه. ويمين المعنى الظابط ويدوس بالجزمة على الحلم، ربنا رازق الدخل غني عن كل العلم. واحنا اسادهم واحنا الامن واحنا الامان. ماذا تعني بالكون يا ساعتي يا ساعتي؟ رد يا غربان يا ابن الكلب. اقول مثل تاني كنت بسمعه، مثل بيقول مد ايده على سيده كنت فعلا. اول ما اتمسكت جيت لبس الجزمه في اوضتي جيت اعرف بركني على